قالت الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار لمدة شهر في عموم سوريا الذي طالب به مجلس الأمن الدولي وحده الكفيل بجلب الإغاثة الحقيقية لسكان الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام. وأضافت المنظمة الدولية أن استمرار القصف والمعارك في الغوطة يوم أمس حال دون إدخال المساعدات أو إنقاذ الجرحى خلال وقف إطلاق النار الإنساني اليومي لمدة 5 ساعات والمعلن من جانب روسيا.